تم إنجاز هذا التسجيل لصالح مبادرة بصيرة، وهي مشروع النص المسموع للأطفال المكفوفين وضعاف البصر. كتاب الطالب، الصفحة 10، الوحدة 5، الدرس 5، تكون الظلال. مستعيناً بالشكل المجاور، أنظم خطة إجراء نشاط لاستقصاء تكون الظلال مبيناً ما يأتي. الشكل: يوجد 3 طالبات حول طاولة، طالبة منهن تحمل مصباح يدوي مضاء على دمية على شكل إنسان، وعلى الحائط يوجد ظل هذه الدمية. يوجد على الطاولة أيضاً مسطرة، قلم، دفتر ملاحظات. أولاً: المواد والأدوات اللازمة، فراغ. ثانياً: أصنع دمية وأضعها أمام المصدر الضوئي، وأستخدم الجدول الآتي لرسم الظل الناتج عن الدمية. رسم الدمية، رسم ظل الدمية. الوحدة 5، كتاب الطالب، الصفحة 10، الدرس 5، الوحدة 5، تكون الظلال. هل يمكنني تغيير طول الظل؟ بين قوسين رقم 1. توقعاتي: أكمل هذا الجزء قبل أن أبدأ بالاستقصاء. أولاً، ما الذي أتوقع أن يحدث إذا حركت الدمية بعيداً عن المصباح وقريباً من الشاشة بين قوسين الجدار؟ أتوقع أن طول الظل سوف فراغ بسبب فراغ. ثانياً، ما الذي أتوقع أن يحدث إذا حركت المصباح بحيث يصبح بعيداً أكثر عن الدمية؟ أتوقع أن طول الظل سوف فراغ بسبب فراغ. الوحدة 5، الضوء، كتاب الطالب، الصفحة 10، الدرس 5. هل يمكنني تغيير طول الظل؟ بين قوسين 2. أختبر صحة توقعاتي: أستخدم المسطرة وأحدد المسافة بالسنتيمترات بين الدمية والمصدر الضوئي وطول الظل، ثم أدون ملاحظاتي في الجدول الآتي. يضم الجدول أفقياً في العمود الأول المسافة بين مصدر الضوء المصباح بين قوسين والدمية بوحدة السنتيمتر. العمود الثاني الأفقي المسافة بين الدمية والجدار بين قوسين الشاشة الوحدة سنتيمتر. العمود الثالث أفقياً طول الظل بالسنتيمتر. عمودياً في المربع الأول في بداية الاستقصاء المربع الثاني الدمية تبتعد عن المصباح وتقترب من الجدار. في المربع الثالث المصباح يتحرك مبتعداً عن الدمية. النتيجة: أستنتج أنه حين أقرب الدمية من المصباح فإن الظل فراغ، وحين أبعدها عن المصباح فإن الظل فراغ. الوحدة 5، الضوء، كتاب الطالب، الصفحة 10، الدرس 5، تكون الظلال. قياس طول الظل: أولاً، أختار جسمين وأقيس طوليهما بالمسطرة، ثم أضعهما في الخارج تحت ضوء الشمس. ثانياً، أراقب ظليهما خلال 6 أوقات مختلفة من النهار على الأقل. أسجل قياساتي في الجدول الآتي: الوقت، طول الظل، طول الجسم الأول بين فراغين بالسنتي،
طول الجسم الثاني بالسنتي. كتاب الطالب الصفحة 12 الوحدة الخامسة الدرس السادس تغيير اتجاه الضوء. تغيير اتجاه الضوء، صنع منظار الأفق البيريسكوب، المواد والأدوات، صندوق من الكرتون مع غطاء، مرآتان صغيرتان بين قوسين أو قطعتان من مادة تعكس الضوء بشكل كبير، مقص، شريط لاصق بين قوسين أو صمغ. يوجد لدينا رسم توضيحي لعلبة الكرتون مثقوبة من الأعلى ومن الجهة المقابلة من الأسفل، إلصاق المرآة، وضع غطاء العلبة الكرتونية على الكرتونة. بمساعدة معلمي أنفذ خطوات النشاط الآتية: أولاً، أستخدم المقص لعمل فتحتين في طرفي الصندوق وبأبعاد مساوية لأبعاد كل مرآة. ثانياً، أضع المرايا في الصندوق بحيث تكون كل واحدة عند زاوية قياسها 45 درجة أمام الفتحات التي صنعتها على طرفي الصندوق. ثالثاً، أستخدم الشريط اللاصق لتثبيت المرايا في الأماكن المحددة. رابعاً، أضع غطاء الصندوق وأثبته بإحكام باستخدام الشريط اللاصق. خامساً، أستعمل البيريسكوب الذي صنعته وأبين هل أستطيع رؤية ما وراء الجدار؟ سادساً، أشرح كيف يعمل منظار الأفق البيريسكوب. فراغ، يوجد لدينا صورة الطالب يحمل البيريسكوب الذي صنعه. الوحدة الخامسة، كتاب الطالب، الصفحة 14، شحطة 2. أختبر معلوماتي. أختبر معلوماتي، أضع إشارة صح في مربع الإجابة الصحيحة فيما يأتي: أولاً، تستطيع الرؤية في الليل بوضوح كبير. صحيح، خطأ. ثانياً، يسقط الشعاع الضوئي من مصدره ثم فراغ الجسم فنستطيع رؤيته: يضيء، ينعكس عن، ينحرف عن. ثالثاً، تمنع المواد الشفافة الضوء من المرور من خلالها، وهذا يتسبب في تكوين الظلال. صحيح، خطأ. كتاب الطالب، الصفحة 14، الإغناء اللغوي. Language Focus. Keywords: Shadow, Light, Source, Light Source, Reflects, Angle, Periscope. Complete these sentences with the words in the box. A blank فراغ forms when an object blocks فراغ blank. Full stop. This is because light comes from a light فراغ blank and travels in straight lines, comma, and then it shines an object, comma, but cannot pass through it. Full stop. Shadows are bigger when the object is closer to the فراغ blank. Full stop. We can put the light source close enough to the object to make a big long shadow. We see objects because light from a source فراغ blank of them and enters in our eyes. Full stop. The mirror reflects light at a certain فراغ blank. Full stop. The فراغ blank has mirrors
and we can use it to see objects above us or behind us. Full stop.